قال الله العظيم في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلكم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الامتحان أيها الأعزاء من الله عز وجل لعباده هو سنة هذا الخلق، وهو سنة الحياة، أن الله سبحانه وتعالى يختبر عباده، يختبرهم بأنواع الاختبارات، ولا يكتفي منهم بالقول بالإيمان بس، يقول أنا مؤمن، هذا ما يكفي، لازم يثبت الإيمان، لازم يترجم إيمانه إلى عمل حتى يثبت أنه مؤمن بالفعل. ولذلك وظيفة الامتحان والابتلاء أيها الأعزاء هو أنها تكشف حقيقة الإنسان. شوف إنسان يتظاهر بالدين فترة، كيف تكتشف أن هذا صادق أو مخادع؟ امتحان، أجري عليه امتحان. ذاك عبد الملك بن مروان يقال أنه كان ملازماً للمسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة، حتى سمي بحمامة الحرم. شايفين هاي الطيور اللي تلازم بعض المساجد والعتبات المقدسة، لشدة ملازمته للحرم لمسجد الرسول صلى الله عليه وآله سموه حمامة الحرم. 24 ساعة قاعد في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله يصلي ويقرأ القرآن، إلى أن أخبروه ذات يوم أنك أنت الخليفة، أنت الخليفة الجديد، مات الخليفة السابق وأصبحت أنت، وصلت الخلافة إليك. فيقولون كان يقرأ القرآن الكريم، كان بيده القرآن الكريم فأغلقه وقبله ثم قال: هذا فراق بيني وبينك. ثم أصبح أحد الطغاة المعروفين في تاريخنا، عبد الملك بن مروان. وما أدراك ما عبد الملك؟ هذا الرجل الطاغي، هذا الذي استعمل الحجاج بن يوسف الثقفي، وهذا الذي كان يقول: كنت إذا أمر في شوارع المدينة فإذا رأيت جندبا، الجندب الجرادة باللغة العربية، فإذا رأيت جندبا كنت أتحذر من أن أضع قدمي عليه. استشكل عند الله، استشكل أخلي رجلي على جرادة وأقتله. وأما اليوم فالحجاج يخبرني أنه قتل الكذا من الناس عدد الكبير، فلا يهتز لي طرف، مش مهتم أبدا. حجاج كان يقتل الأبرياء بأمر من هذا الرجل وبموافقة منه وبضوء أخضر منه، ما كان يهتم أبدا. الحكم، الله أعطاه الحكم فاكتشف حقيقته، كشفت حقيقته، كشف الحكم حقيقة هذا الإنسان. وهذا نموذج لكثير من الناس، ومن الناس من يشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، فإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. الله سبحانه وتعالى يمتحن الناس. كم صدقك أنت؟ أنا أقول أنا مؤمن، تفضل يلا فرجين. في حالات الرخاء والاسترخاء ما مبين على الإنسان، مبين عليه خوش أدمي، مؤمن، يصلي، طاهر، بس عرضه للامتحان تكتشف حقيقته.
ولذلك الإمام الحسين عليه السلام عنده كلمة عظيمة تتذكرونها في كل عاشوراء، يقول عليه السلام: الناس عبيد الدنيا. بطبيعة الناس أنهم يركضون وراء الدنيا. الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم. الدين علكة في أفواههم، يحوطونه ما درت معايشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الديان. يقول الناس بطبيعتهم يلتفون حول الدين، لكن إذا صارت محنة أو مشكلة أو يمتحن الإنسان في نفسه، في ماله، في أمنه، شوف لا، في علاقاته الاجتماعية لا. هذه طبيعة بشرية. تسامعين ذيك القصة اللي هي لربما أشبه بالنكتة بس تكشف عن حقيقة الناس، كثير من الناس. يقال أن شخص كان ناذر يريد يذبح خروف ويعطي لحمة للمؤمنين. اشترى الخروف، اجى عند المسجد، افترضوا هون خلف هذا المسجد، ذبح له الخروف ودخل المسجد وبيده سكين يقطر دما، دم الخروف. فخاف منه الناس، ناس شافوه رجال طويل عريض بيده سكين وفي دم يقطر من عنده. فصاح في الناس قال: أيكم مؤمن؟ مين فيكم مؤمن؟ هو قصده يعطيهم اللحم، هم تصوروا هذا واحد من داعش جاي يذبح المؤمنين. فالناس كلهم أشاروا إلى الإمام، إلى الشيخ، قالوا له: هذا هو المؤمن الوحيد. الشيخ التفت عليه وقال: والله يا جماعة أنا مو مؤمن، أنا بس اليوم. قد تكون هذه نكتة، لكن هي تكشف عن واقع كثير من الناس، أنه حينما يمتحن، حينما يمر بمحنة، حينما يمتحنه الله، تكشف حقيقة. تشوفه إنسان طيب، لكن امتحنه امتحان تشوفه إنسان حسود حقود، تكشف ضعف نفسه. ولذلك أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول في رائعة من روائعه، يقول: عند تقلب الأحوال تعرف أحوال الرجال. إذا تريد تعرف حقيقة الإنسان، إيش في الرخاء؟ خلي يصير تقلب بين الناس، خلي يصير مشكلة، خلي يصير ضجة، خلي يصير لغط، تكتشف حقيقته هذا أين يقف. يقف مع الحق أم مع الباطل؟ يقف مع الحق أم مع المصلحة الشخصية؟ لا يكشف لك حقيقته إلا إذا كان هناك امتحان يكشفه لك. تشوف واحد يقف مع الحق، الثاني لا، يقف مع القوة، مع الواقف مثل ما يقول، يقف مع الأكثرية، يقف مع أصحاب المال والنفوذ. ولذلك هذه دروس لنا أيها الأعزاء يجب أن نتعلمها. أمير المؤمنين نفسه سلام الله عليه يقول: لا تستوحشوا في طريق الحق لقلة سالكيه. إذا أنت على طريق الحق وشفت الناس اللي معاك قليلين والأكثرية مع الطرف الآخر، ما يهمك أنت، لأنك أنت على حق. فإذا كنت على حق فلا تستوحش في طريق الحق لقلة سالكيه، لأنك في طريق الحق، وهذا هو المهم. أن تكون في طريق الحق مع قلة من الناس خير من أن تكون مع في طريق الباطل مع كثرة من الناس. ولذلك أمير المؤمنين سلام الله عليه كان يقول: والله لا تزيدني كثرة الناس حولي عزة. لو الناس كلها تجتمع معي ما يهمني أصلا وما يعطيني عزة. إنه لا يزيدني كثرة الناس حولي عزة ولا تفرقهم عني وحشة. لو الناس كلهم تفرقوا عني ما أستوحش، لأن عليا مع الحق، والإنسان اللي مع الحق لا يضره. أين ذهب الناس؟ أين ذهب فلان؟ أين ذهب علان؟ لا يهمه، لأنه على الحق. فإذا كان على الحق
يتمسك به. وهذا المعيار أيها الأعزاء، أن الإنسان في حالات الاختبار أن يقف مع الحق، لا مع العدد، لا مع الغوغاء، لا مع الأكثرية. المعيار دائما أن يكون الإنسان مع الحق. ولذلك الإسلام يفرض هذه الوظيفة على الإنسان المسلم، أن يكون دائما مع الحق بغض النظر من يكون مع الحق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع من؟ مع الصادقين. ما قال مع الأكثرية، ما قال مع سواد الناس، قال واتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كن أنت دائما مع الصادقين ولا يهمك بعد ذلك، لا يهمك كم واحد اجى معك، كم واحد ما اجى معك، كم واحد ما وقف معك، لا يهمك، أنت استمر في طريقك، أثبت دينك وتقواك من خلال عدم الانقلاب في هذه الأحوال. ولذلك الله سبحانه وتعالى يمتحن الناس بعدة أساليب، يمتحنهم في أموالهم، يمتحنهم في أنفسهم، يمتحنهم في علاقاتهم الاجتماعية. كل إنسان معرض للامتحان. والإنسان المؤمن هو الذي يقف مع دينه إذا اختلف الأمر، إذا افترق الدين مع الدنيا والمصالح الدنيوية يقف مع الدين. وهناك من الناس لا، من مستعد يبيع دينه ولو بوجبة حمص بطحين، المهم يبحث عن المصلحة، يبحث عن الدنيا. ولذلك قال رسول الله صلوا عليه بأعلى أصواتكم، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شر الناس، من هو شر الناس؟ قال شر الناس من باع آخرته بدنياه، يبيع الآخرة الباقية يبيعها بالدنيا الزائل الفاني. شر الناس من باع آخرته بدنياه، وشر منه من باع آخرته بدنيا غيره. لك غيرك مبسوط وعم يبحث عن الدنيا، أنت شو خصك؟ أنت ليش تفوت في المعمعة؟ أنت خليك على جنب، فلان عنده مصلحة شخصية. ولذلك الإمام زين العابدين عليه السلام نظر إلى الخاطب الذي كان يشتم أمير المؤمنين عليه السلام في مسجد دمشق بمرأة ومسمع من يزيد وكثير من الناس، قال له أيها الخاطب لقد اشتريت معصية الخالق برضا المخلوق، حتى ترضي هذا المخلوق يزيد أنت اشتريت سخط الخالق. أكتفي بهذا القدر في الخطبة الأولى لأنتقل إلى الخطبة الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.